بسم الله الرحمن الرحيم. أهلاً بك عزيزي الطالب مع مقرر وسائل وتقنية التعليم والوحدة الخامسة وهي تصنيفات الوسائل التعليمية. ونبدأ دائماً كما تعودنا بالأهداف. بنهاية هذه المحاضرة يجب على الطالب أن يكون قادراً على أن واحد يستعرض تصنيفات الوسائل التعليمية. اثنين يفرق بين تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية. ثلاثة يذكر معايير اختيار الوسائل التعليمية. اربعة يوضح اخطاء المعلمين في اختيار الوسائل التعليميه تصنيفات الوسائل التعليميه تصنيفات الوسائل التعليميه على اساس الحواس على اساس الخبره على اساس الحداثه على اساس الحصول عليها على اساس عدد المستفيدين واخيرا على اساس طريقه العرض على اساس الحواس قد تكون وسائل سمع... وسائل تعليميه سمعيه او بصريه او سمعيه بصريه او ذوقيه او شميه او لمسيه على اساس الخبره قد تكون وسائل تعليمية مباشرة محسوسة، أو وسائل تعليمية محسو... شبه محسوسة، أو رموز مجردة، على أساس الحداثة قديمة أو حديثة، على أساس الحصول عليها جاهزة، منتجة محليًا، أو غير ذلك، على أساس عدد المستفيدين جماعية، فردية، جماهيرية، على أساس طريقة العرض، قد تكون آلية أو يدوية. ونبدأ أولًا بتصنيف الوسائل التعليمية على أساس الحواس. تُصنّف الوسائل التعليمية على أساس الحواس إلى: واحد وسائل سمعية، اثنين وسائل بصرية، ثلاثة وسائل سمعية بصرية، اربعة وسائل لمسية، خمسة وسائل شمية، ستة وسائل ذوقية. اثنين تصنيف الوسائل التعليمية على أساس تكلفة الإنتاج. تُصنّف الوسائل التعليمية على أساس تكلفة الإنتاج إلى: وسائل بسيطة التكلفة، ب وسائل ذات تكلفة عالية. ثلاثة تصنيف الوسائل التعليمية على أساس نظم العرض. أ مواد تعليمية تعرض ذاتيا دون الحاجة إلى أجهزة مثل المطبوعات، الصور والرسومات الخطية، العينات، المجسمات. ب مواد تعليمية تعرض بالصبورات واللوحات مثل الصبورة البشرية، اللوحات الوبرية والمغناطيسية والكهربائية والإخبارية أيضا. ج مواد تعليمية تعرض من خلال أجهزة عرض. مثل الشرائح الشفافة والبرامج المسموعة وبرامج الوسائط المتعددة التفاعلية أربعة تصنيف الوسائل التعليمية على أساس طبيعة الخبرة وهو تصنيف العالم الكبير إدجاردل صنف إدجاردل الوسائل التعليمية إلى عدة مستويات تتمثل في الهرم التالي قاع الهرم يبدأ بالممارسة الواقعية ثم الممارسة المعدلة ثم الخبرات الممثلة المستوى الاول والثاني والثالث يطلق عليه بالوسائل التعليميه المحسوسه. ثم ياتي بعد ذلك العروض العلميه، ثم الدراسه الميدانيه، ثم المعارض والمتاحف، ثم التلفزيون التعليمي، ثم الافلام المتحركه، ثم التسجيلات الصوتيه والصور الثابته، وهذا المستوى يطلق عليه بالوسائل التعليميه شبه المحسوسه. اما المستوى الرموز البصريه والرموز اللفظيه، فهذا المستوى يطلق عليه الرموز أو الوسائل التعليمية المجردة تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية هناك فرق بين تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية يطرح ذلك في الجدول التالي أولا من حيث الجذور التاريخية فتكنولوجيا التعليم أتت حديثا فبدأت في منتصف القرن العشرين أما الوسائل التعليمية فبدأت قديما منذ القرن الخمستاشر عشر من حيث الهدف تهدف تكنولوجيا التعليم من تحسين التعليم وزيادة فاعليته أما من حيث الوسائل التعليمية تسهم في عملية التعليم وتبسيط المفاهيم المجردة لإحداث التعلم. من حيث الاتساع والشمول التكنولوجيا التعليم أشمل من الوسائل التعليمية، فهي منظومة كبرى أكثر اتساعا وشمولا. أما الوسائل التعليمية فهي منظومة صغرى من مصادر التعلم، وهذا يعني أن الوسائل التعليمية جزء من تكنولوجيا التعليم، والعكس ليس صحيح. من حيث وقت الظهور تبدأ تكنولوجيا التعليم قبل تنفيذ التعليم. أو التدري أو التدريس فتكنولوجيا التعليم علم فكري فلسفي أما الوسائل التعليمية فهي تظهر في التنفيذ الفعلي للتعليم أو التدريس. معايير اختيار الوسائل التعليمية توجد عدة معايير لاختيار الوسائل التعليمية منها الآتي. واحد سلامة الوسيلة وحدثتها. اثنين ملائمة الوسيلة لخصائص الطلاب. ثلاثة جودة الوسيلة التعليمية. اربعة الأقل تكلفة والأكثر فائدة للطلاب. خمسة يتوفر فيها عنصر الأمان. ستة تتميز بالألفة بين المتعلمين. سبعة مطابقة الوسيلة للواقع قدر الإمكان. الأخطاء الشائعة التي يمارسها المعلمون عند اختيارهم للوسائل التعليمية في الموقف التعليمي. واحد اختيار الوسيلة دون مراعاة خصائص المتعلمين. اثنين اختيار وسيلة دون مراعاة الموضوع التعليمي أي عدم مناسبة الوسيلة للمحتوى. ثلاثة اختيار وسيلة تعليمية لمجرد الدعاية التعليمية أو الترفيه. أربعة اعتماد المعلمين على وسيلة تعليمية واحدة بصورة متكررة مما يسبب الملل لدى الطلاب أو المتعلمين خمسة الاهتمام بالوسيلة التعليمية على حساب الموضوع التعليمي ستة اختيار وسيلة التعليمية كنوع من الانبهار التقني أو التكنولوجي وأخيرا التقييم حاول عزيزي الطالب الإجابة عن الأسئلة التالية واحد ما هي أبرز تصنيفات الوسائل التعليمية؟ اثنين ما الفرق بين وسيلة التعليمية وتكنولوجيا التعليم؟ ثلاثة ارسم مخروط الخبره لإتجار دل اربعه ما ابرز معايير اختيار الوسائل التعليميه وشكرا للاستماع